من جهتهم أشاد الإخوة الأقباط بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التي تجمع بين المسيحيين والمسلمين في كافة أنحاء البلاد، كما عبر الجميع عن فرحتهم بالمشاركة الواسعة للقيادات والمسؤولين للتهنئة بعيد الميلاد المجيد. وإحنا يعني بنتمنى إن إحنا نكون دايماً مع بعض في محبة وسلام، ويا رب الخير لمصر جميعها. لمسنا بالفعل المحبة والمواطنة الأصلية في محافظة دمياط، يوم جميل، يوم عيد الميلاد المجيد، البهجة والفرح، وأطفالنا النهاردة فرحانين وكلهم سعداء. كل سنة وانتم طيبين. احنا طبعا فرحانين هنا النهاردة بوجودنا في الغردقة. احنا بنستمتع النهاردة بالعيد، ان العيد سمته دايما الفرحة ودايما التلاقي الناس اللي هي بعيد عن بعض. كل سنة طيبين. النهارده عيد الميلاد يعني، وحابب اشكر اخواتنا المسلمين بصراحه، لان دايما محسسنا بالوحده الوطنيه يعني. الحمد لله جو العيد هنا جميل، والناس كلها فرحانه ومبسوطه، والدنيا الحمد لله امنه جدا. النهارده جايين نشارك اخواتنا الاقباط بعيد الميلاد وهنيهم بالعيد الميلاد المجيد، لان احنا كلنا اسره واحده وشعب واحد وكيان واحد. نحب نقول لكل الاخوه المسلمين قبل المسيحيين كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل الشعب المصري بخير وصحه جيده. من العيد ما لهوش فرحه غير بزياره الرئيس، ونشكر سياده الرئيس اللي راح لنا قدس البابا تودروس، والشعب المصري كله بيحبك يا رئيس. واحنا فرحنا جدا بزياره السيد الرئيس لقدس البابا، فرحنا خالص خالص، وربنا يبارك في سياده الرئيس ويبارك في مصر وكل المصريين، ويبارك في قدس البابا، وإن شاء الله يكون عيد سعيد على الجميع يا رب. الأمن والأمان اللي كان موجود في مصر، العائلة المقدسة ما زال موجود في مصر لإخواتنا المسيحيين ولينا كلنا، ويا رب عيد سعيد على مصر كلها بمسلميها بمسيحييها، وتفضل دايما بلد الأمن والأمان حتى قيام الساعة.